النشاط الرياضي في النادي الأهلي. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ طارق أنديل. طبعا في البداية بنقدر مدى قلق جماهير النادي الأهلي على ألعاب الصالات، وخاصة بعض الألعاب اللي النتائج بتاعتها في الموسم الماضي زي اليد للرجال والسلة للرجال لم ترتقي إلى طموحات جماهير النادي الأهلي. يعني احنا حاولنا بشتى الطرق، أولا تم تعيين الكابتن أشرف توفيق مديرا فنيا لفريق كرة السلة، واللجوء إلى المدرسة السويدية بالنسبة لكرة اليد كمدير فني أجنبي من السويد والمساعد بتاعه أيضا، ده من حيث الفنيات. بنقول بالنسبة للتدعيمات اللعيبة كما عهدنا دائما داخل النادي الأهلي بنرجع للفنيين، بنشوف ايه طلباتهم، بنشوف اللعيبة الموجودين في قائمة في الموسم الماضي ايه مدى الاحتياج للاعبين، بنجدد لهم اذا كان في عقود منتهية، اذا كان في نية للاستغناء عن بعضهم بنبلغهم. بعد كده بنلتجئ بنشوف المراكز اللي هم محتاجين فيها تدعيمات، وبدينا بخط متوازي فريقي اليد للرجال والسلة. نتكلم عن السلة في الأول. نجاح النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الأمريكي أليكس يونغ، أعتقد أن ده كان موفق للغاية. لعيب له اسمه، لعيب تقيل، لعب في جميع يعني حوالي 7 دوريات في أوروبا، معدلاته منشورة ومعروفة، فإحنا يعني مش بلايند أو بنعمل صفقة وإحنا مش شايفينها قدامنا، لأ، لعيب من ضمن اللعيبة المصنفين عالميا وليهم اسكورات بتاعتهم، فالحمد لله. يمكن يعني نرجو أن يكون اللاعب عند حسن ظن النادي والجماهير. أيضا كان في أحمد إسماعيل، ده لاعب مصري طوله 2 متر و12 سنتي، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولاعب في الجامعات الأمريكية، برضو على مستوى عالي. الحمد لله نجحنا في التعاقد معاه وبدأ التدريب بالفعل منذ حوالي أسبوعين مع بالضبط بعد شكوى والاتحاد يعني اتحقق فيها وأسبب بعد كده أحقية النادي الأهلي في اللاعب. هنبص بعد كده في عودة اللاعب عمارة، كان لاعب عندنا في النادي الأهلي وانتقل لصفوف نادي سبورتينج الموسمين اللي فاتوا. عمارة من اللعيبة اللي أنا شخصيا لما ضمته من النادي الأولمبي من حوالي 6 سنين أعرف مدى قدرة هذا اللاعب، فهو رجع لبيته تاني من أول وجديد، فبقول هو إضافة قوية. وجود 2 لاعبين أيضا من نادي الشرقية للدخان، عزت ومحمد محمود الشرشابي، برضو 2 اللي هم أثبتوا في خلال الموسم اللي فات عملوا مستوى عالي جدا مع نادي شرقية للدخان. ده بالإضافة إن حاليا دلوقتي يعني بيتم التفاوض لفي 2 لاعبين يعني قربوا خلاص بإذن الله للانضمام. هاندبول كان موضوع الدعم الفني ده كان بيشغل بالنا وقعدنا وقت طويل جدا عقبال ما ربنا وفقنا مدرب كبير قوي، مدرب على مستوى العالم لما تسأل عليه، مصنف، درب منتخب السويد ودرب منتخب فنلندا، درب احسن الانديه الالمانيه في اوروبا، فاز بميداليه اولمبيه وفاز ببطوله اوروبا للانديه. والحقيقه بعيد عن هذه الالقاب ولا اي حاجه، الراجل منذ وصوله من يوم 21 واستلامه العمل يعني الواحد يمسك ورقه وقلم ويقعد يكتب اللي بيشوفه، كافيه حرصه على كل صغيره وكبيره. فاعتقد ان ده مكسب فني كبير جدا للنادي الاهلي. بالنسبه للاحتراف يعني اللاعب يوسف معرف، عايز اقول لاعب على مستوى عالي، يمكن بدا الموسم اللي فات كان عقبال ما خد فتره للانسجام مع الفريق، لكن اعتقد ان في نهايه الموسم اللي فات يعني قبل بلاء حسنا، بالدليل ان احنا عندنا
ثلاث عروض من دولة الإمارات لضم اللاعب، ولا أخفي من نادي الشباب الإماراتي ومن نادي العين وأكثر من نادي تونسي طالبوا للعب معاه. فاللي أنا عايز أقوله يوسف معرف من اللعيبة اللي أنا بعتقد أن الموسم اللي جاي ده بعد الانسجام مع فرقة النادي الأهلي هيأدي موسم بإذن الله طيب. هنلاقي تدعيم الفريق بثلاث صفقات خارجية حتى الآن، بقول حتى الآن ليه؟ لأنه ما زال في صفقات في الطريق. اثنين في مركز بيفوت أو على الدائرة، وبالإضافة الباك رايت باهر البدراوي. زائد ما أقدرش أنسى أن منتخب 98 الفائز بالمركز الثالث في خمس لاعبين من ضمنهم ثلاثة سجلناهم بالفعل مع الفريق الأول هذا الموسم. ما فيش لاعب لا في كرة السلة ولا في كرة اليد طلبوا الجهاز الفني إلا ما قدرت النادي الأهلي ووفرته، وتحت يعني بكل السبل اللي عملناها عشان نوفر طلبات الأجهزة الفنية. أيضا بالنسبة للبنات بنحاول إن احنا نحافظ على الإنجازات بتاعتهم. على فكرة عايز أقول الإنجازات في البنات إنجازات تخص كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، ده بالإضافة يعني مش عايزين نكرر موضوع الألعاب الفردية. الألعاب الفردية وإحنا بنتكلم دلوقتي، لسه مبارح فريق تنس الطاولة للسيدات فائز ببطولة أفريقيا اللي أقيمت في ليجوس في نيجيريا. لكن عايز أقول هناك إنجازات فريق الغطس، أنا كل اللي أنا بحكيه لك ده في خلال الأسبوع ده، لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي يفوز بكأس العام للغطس. لكن إحنا بنوعد بإذن الله إن النتائج هتتحسن بتاعة اليد والسلة للرجال، وبقول إن ربنا يكرمنا، إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا بإذن الله.